بحضور طاغ يعيش نادي الكهرباء أجمل لحظات تاريخه، النادي الذي ولد في الألفية الثانية، النادي الفتي، صار له فريق محترم، طموحه مرتفع جدا، تلوح بوجهه إمارات الولادة الآسيوية، لم يكتفي بفرض نفسه محليا، فراح ينثر هيبته قاريا، ما أجمله من فريق، غادروا بغداد متأنقين، كأنهم في أثياب عرسهم، ولوهلة تشعر وكأنهم ذاهبون في عيد، عقدوا ربطات أعناقهم، وقبل أن تضع عجلات الطائرة أرض جدة، راحوا يتحضرون، ثم ما إن جاء موعد المباراة حتى صار واحدهم مزبدا مرعدا، خطفوا انتصارا تاريخيا سيبقى عالقا في سجلات التاريخ كأول نصر قاري لفريق فتي. يقولون إن النجاح هو تحقيق أهدافك المرسومة بدقة بغض النظر عن مدى صعوبتها، وهنا نتحدث عن مهندس النجاحات علي الأسدي، الرجل الذي صنع شيئا من لا شيء، الرجل الذي أثبت صحة مقولة أوقد شمعة بدلا أن تلعن الظلام. فهذا الرجل ظهر كالمهندس الذي يضع قلم الرصاص من وراء إذنه تارة، وتارة أخرى يضرب برأس قلمه على الطاولة يبحث عن شيء ملفت، لا يترك شيئا للصدفة، فظهرت المزايا في رحلة الفوز، فكان أجملها الموقف المشرف بحق زميله الراحل شرار حيدر حينما وضع صورته في قلب مدينة مكة المكرمة وفي شاشة ملعب الشرائع بالتحديد، يناظر الصورة بعيون تستضيء مرددا: إن كان يرضيك الفراق فإنني رضيت بما يرضيك يا خير هاجر.